السلام عليكم ورحمة الله، ازاي حضراتكم؟ عاملين ايه؟ معكم دكتور صفاء واصف، طبيبة اسنان واخصائي مكافحة العدوى وعضو الجمعية المصرية لمكافحة العدوى. فيديو النهاردة المحتوى مختلف شوية، موجه لأطباء الأسنان زمايلي اللي أنا بشرف بالانتماء ليهم الحقيقة، وأي حد شغال في القطاع الطبي ليه علاقة بالتعامل مع أجهزة الأوتوكلافات والتعقيم بشكل عام. طيب يعني مبدئيا كده نسأل سؤال، هل حضرتك تقدر تجزم ان الادوات اللي طالعه لحضرتك من جهاز التعقيم دي معقمه فعلا، يعني 100% وان حضرتك متاكد ان فعلا دوره التعقيم تمت بشكل سليم؟ الحقيقه الاجابه لا. في دكاتره كتير فاكره ان يعني جهاز التعقيم خلاص، انا دخلت الالات طلعت خلاص الالات دي اكيد معقمه، والكيميكال انديكيتور اللي على الباكت متغير لونه يبقى خلاص الالات دي معقمه. الحقيقه الكيميكال انديكيتور ما هو الا مؤشر عن الالات دي دخلت جهاز التعقيم ولا لا، لكن اتعقمت او ما اتعقمتش الحقيقه الكيميكال انديكيتور لانه كلاس 1 اللي على الباكت ما بيقدرش يوفر المعلومه دي. طيب في بارامترز كتيره جدا اقدر بيها اقيم جهاز التعقيم بتاعي، الاوتوكلاف بتاعي، فيزيكال وكيميكال وبيولوجيكال. انا الحقيقه مش جاي اتكلم عن كلاسيفيكيشنز، وان كان لو حابين ممكن نبقى نعمل بيها فيديو تاني، لكن انا جاي اتكلم عن البيولوجيكال انديكيتور، الحاجه اللي اقدر بيها احكم واقول انا فعلا دوره التعقيم دي تمت بنجاح والجهاز فعلا عقم الالات، او لا الدورة ديت حصل فيها مشكلة والالات دي خارجالي غير معقمة. طيب خلينا نتكلم الاول ببساطة ايه التعقيم، يعني ايه التعقيم. ان انا جهاز التعقيم بيقتلي كل انواع البكتيريا والفيروسات حتى البكتيريا السبورز. طيب يبقى انا لو عايز اقيم الجهاز بتاع الاوتوكلاف دوت هجيب بكتيريا السبورز وادخلها واعمل دورة تعقيم واشوف هل هي ماتت ولا لا. هي دي ببساطة فكرة البيولوجيكال انديكيتور. بيكون من ايه البيولوجيكال انديكيتور؟ لان تكوينه مهم جدا نفهمه، لو فهمنا بيكون من ايه البيولوجيكال انديكيتور هنقدر نفهم نقراه ازاي بمنتهى السهولة ونقيمه ازاي ونحكم على دورة التعقيم ازاي. طيب بيتكون من ايه البيولوجيكال انديكيتور؟ هو عبارة عن تيوب، جواها تيوب، التيوب الداخلية ديت انا هحط لحضراتكم صورته في الفيديو. التيوب الداخلية ديت بيكون فيها نوع من انواع البكتيريا القادرة على عمل سبورز من الباسيلس جروب اسمها باسيلس ستيروسيروموفيلس، وديت يعني دي التيوب الداخلية. التيوب الخارجية بيكون فيها الكالتشر ميديا اللي بتحبها البكتيريا ديت وتقدر تعمل فيها فيجيتيشن من السبور فورم لما تكون درجات الحرارة والرطوبة والظروف البيئية اللي حواليها محيطة تمام. مع الكالتشر ديت موجود ايه؟ موجود انديكيتور مخلي لون الكالتشر الموف ده. طبعا الالوان طبعا بتختلف على حسب شركة للتانية، لكن يعني معظم الشركات اللي منزلة البيولوجيكال انديكيتور بيكون اللون بتاعها موف. طيب ايه الفكرة؟ طبعا احنا قلنا كده تيوب داخلية وتيوب خارجية، ومن بره محطوط عليها طبعا يعني كارت زي كارت يعني ورقة ملزوقة زي بتعريف ده ايه وصلاحيته امتى وكل حاجة، وعليها كلاس 1 كيميكال انديكيتور. يعني ايه؟ يعني زي الكلاس 1 اللي موجود على اي باكت اللي يقدر يقول لي البيولوجيكال انديكيتور دوت دخل اوتوكلاف او ما دخلش. ده ليه هيفرق معانا في ايه؟ هنقول بعد كده هيفرق معايا ان انا اقدر اعرف اذا كان البيولوجيكال انديكيتور لما اكون بقارنه ببيولوجيكال انديكيتور الكنترول اقدر اقول ان ده اللي دخل وده الاوتوكلاف وده اللي ما دخلش الاوتوكلاف. طيب ايه فكرته؟ فكرته ان انا هحطه في جهاز التعقيم، المفروض دورة التعقيم تمام، فاللي هيحصل ان البكتيريا السبورز دي هتموت. اجي بعد كده حضرتك خرجته من جهاز التعقيم بتضغط على التوب بتاعه كده بتكسر التيوب الداخلية بحيث ان يمتزج محتوى التيوب الداخلي بالتيوب اللي هي الخارجية، يعني السبورز تدخل على الكالتشر ميديا. ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل ان البكتيريا السبورز دي ماتت فمش هيحصل لها فيجيتيشن،
فهتفضل الكالتشر ميديا بنفس اللون. طبعا احنا بنحضنه، بيتحضن في درجة حرارة 56 لمدة 48 ساعة. طيب زي ما قلنا الجهاز التعقيم شغال تمام والدنيا تمام، فخلاص البكتيريا ديت السبورز ديت ماتت، وانا مزجتها بالكالتشر ميديا وحضنتها في درجة الحرارة المناسبة والرطوبة المناسبة والمدة مناسبة، وبالتالي مفيش اي حاجة حصلت على في الكالتشر ميديا، فبالتالي اللون فضل زي ما هو. اصبح كده معناه ان الجهاز التعقيم دوت المفروض شغال. على العكس لو جهاز التعقيم مش شغال ايه اللي هيحصل؟ هتخرج البيولوجيكال انديكيتور، هتكسره. مفروض ان السبورز ما ماتتش، اما كسرتها ولقيت بيئة مناسبة ودرجة حرارة مناسبة وكالتشر حلوة، فهيحصل ايه؟ هيحصل لها فيجيتيشن، هتبدأ تخرج وتطلع يعني تتغذى على الكالتشر ديت، ويبدأ هنا الانديكيتور يحول لون الكالتشر من الموف للأصفر. تحول لون الكالتشر من الموف للأصفر ده دليل على ان البكتيريا السبورز حصل لها فيجيتيشن، وان البكتيريا عايشة، وان دورة التعقيم ديت للأسف غير سليم. طيب هي دي فكرة عمله ببساطة. انا دلوقتي خلاص يا جماعة انا هجيب بيولوجيكال انديكيتور واحطه مع كل دورة تعقيم واشوف هل هو كده التعقيم بتاعي شغال ولا لا. طيب الحقيقة ان الموضوع ناقص معلومة نعرفها، ان بما ان عملية التعقيم يعني مكونة من كذا خطوة، فانا لازم لي حاجة اسمها كنترول تيست. يعني ايه كنترول تيست؟ يعني حاجة تقدر تحكم لي لو في اي خلل في اي خطوة من الخطوات ديت، تقدر تقول لي والله يعني تحكم لي الخلل في اي خطوة بالظبط. هنشرح يعني ايه كنترول تيست، على الكلام ده هيتفهم لما اشرح يعني ايه كنترول تيست. ايه هو الكنترول تيست ده واجيبه منين؟ هو ببساطة اختبار بيولوجي تاني من نفس اللوت او من نفس العلبة اللي حضرتك فاتحها، وده يعني حاجة اساسية ومهمة ان هيكون من نفس الشركة ومن نفس النوع ومن نفس العلبة. طيب بجيبه وما بحطوش في جهاز التعقيم. انا دلوقتي دخلت البيولوجيكال انديكيتور بتاعي الاساسي جهاز التعقيم، والمفروض ان دورة التعقيم دي سليمة، وحطيته في المحضن واللون بتاعه ما تغيرش، وجبت واحد تاني بيولوجيكال انديكيتور تاني ما حطيتوش في جهاز الاوتوكلاف وكسرته وحطيته مع البيولوجيكال انديكيتور اللي دخل جهاز الاوتوكلاف دوت، حطيتهم هما الاتنين في المحضن واستنيت عند درجة 56 لمدة 48 ساعة وخرجتهم. المفروض ايه؟ المفروض ان اللي دخل الاوتوكلاف هيفضل لونه زي ما هو، لكن اللي ما دخلش الاوتوكلاف لونه هيتغير للاصفر. افهم من كده ان دورة التعقيم بتاعتي سليمة 100%. طيب في احتمال تاني؟ في احتمال تاني. احتمال ان انا اللي انا دخلته دورة التعقيم يطلع لي لونه اصفر، واللي ما دخلتوش دورة التعقيم برضو يفضل لونه اصفر. معنى كده ان ايه؟ ان في مشكلة في جهاز التعقيم، لان السبورز قدرت يحصل لها فيجيتيشن والانديكيتور حول الميديا بتاعتي للون الاصفر. يبقى انا كده لغاية دلوقتي عندي كام حالة؟ عندي حالتين. الحالة الاولانية ان واحد اللي دخل الاوتوكلاف طلع لونه ازرق، واللي ما دخلش الاوتوكلاف طلع لونه اصفر، وده معناه ان كده دورة التعقيم سليمة. والحالة التانية ان الاتنين لونهم اصفر، وده معناه ان دورة التعقيم لم تتم بشكل صحيح. طب هو في حالة تالتة؟ ان يطلع البيولوجيكال انديكيتور بتاعي اللي دخل التعقيم لونه ازرق، لكن برضو يطلع الكنترول تيست لونه ازرق. وهنا الحقيقة ان ده معناه ان في خلل حصل في دورة التعقيم او في التحضين، او في مشكلة اصلا في السبورز انها ميتة. يعني انا معنى ان هي لونها ازرق ان السبورز ديت ميتة. طب ده الكنترول تيست اللي ما دخلش جهاز التعقيم كمان لونه ازرق، يبقى كده ممكن يكون في مشكلة في اللوت نفسه، في البيولوجيكال انديكيتور نفسه. وهنا هي دي اهمية الكنترول تيست، ان انا بقدر احكم
يعني بختبر كمان البيولوجيكال انديكيتور اللي انا حطيته في جهاز التعقيم علشان اكون متاكد ان هو نفسه السبورز ديت مش ميته وما فيهاش مشكله. يعني اتمنى اكون شرحت المعلومه بشكل بسيط. هنتكلم في فيديو تاني عن بستخدمه ازاي، بحطه فين في جهاز الاوتوكلاف، بستخدمه كم مره كل قد ايه، بتخلص منه ازاي. الكلام ده هنعمله في الجزء التاني من الفيديو علشان بس ما يبقاش طويل عليكم وعشان يتحمل بشكل اسهل على اليوتيوب. واتمنى يا رب اللي يشوف الفيديو يعجبه يعمل لي اشتراك في القناة ويفعل الجرس علشان يوصلوا ان شاء الله الجزء التاني من الفيديو. واشكركم والسلام عليكم ورحمة الله.